هو اللي بيحصل لغزة كل يوم وكل ساعة احنا عشناه في يوم. الحرس الجمهوري 5/7، ودي اللي انا اصبت فيها. لا يكرهم دين ولا يكرهم عقل ولا منطق، وعلى الدولة أن تتخذ حيالهم من الإجراءات القانونية ما تمنع خطرهم. قائد الانقلاب وقتها كان حريص ان هو يغسل ايده ويمسحها في هدوم وملابس المشايخ دول. انزل، نزل قواتك، جنودك، رجالتك، انهي موضوع ربع العدوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرى أحداث مؤلمة، ذكرى ربعة، وما أدراكم ما رابعة. شايفين اللي انتوا بتتابعوه كل يوم لحظة بلحظة وساعة بساعة في غزة العزة، اهو اللي بيحصل لغزة كل يوم وكل ساعة احنا عشناه في يوم. اللي بيحصل في غزة من عدو صهيوني محتل، لكن احنا عشناه في يوم من المفروض يعني ناس الجيش المصري. نفس المشاهد اللي انتوا بتشوفوها في غزة، اشلاء، ناس مرمية على الارض، منهم المصاب اللي محتاج من يسعفه، ومنهم الشهيد اللي تجمع يعني كل الاشلاء كلهم على بعض. منظر مهيب رهيب، احداث ربعة لا يمكن ابدا ان تمحى من الذاكرة ابدا. اللي شفناه وتعمل فينا في يوم ربعة لا يمكن ان نغفره ابدا، ولن نسامح ابدا، ولن ننسى ابدا. طبعا لما بنتكلم عن ربعة بنتكلم عن ربعة والنهضة واحداث كتيرة جدا ما زالت حتى اليوم رغم مرور 11 سنة على احداث ربعة او على مجزرة ربعة. شفنا ناس متفحمة، متفحمين فحم، لما حرقوا الخيم عليهم اطفال ونساء. ولما بنتكلم عن ربعة بنتكلم عن ربعة وما قبلها، لان كان في قبلها يعني احداث يشيب لها رؤوس الولدان، زي مثلا الحرس الجمهوري 5/7، ودي اللي انا اصبت فيها، والمنصة ورمسيس وجامعة الازهر، واحداث ومجازر كتيرة جدا في الحياة لن تمحى من الذاكرة ابدا. هذه الاحداث ونحن نتذكرها الان يوم 14/8، اتذكر معها مواقف من الخزي والعار والتحريض، التحريض الواضح، تحريض مصريين على مصريين، تحريض من مشايخ، من دعاة. خلوني كده احكي لكم موقف. انا طبعا حكيت حكاية ربعة كلها في فيديو موجود على قناتي هنا، ان شاء الله نبقى نعرضه لكم مرة تانية، لكن خليني احكي لكم بس الموقف ده. واحنا موجودين في ربعة، انا الحمد لله كان لي الشرف ان انا اتواجد في ربعة طول فترة الاعتصام، تحديدا من يوم الخميس 4/7 بعد اعلان الانقلاب العسكري يوم 3/7، ومن يوم 4/7 وانا موجود لحد يوم الفض 14/8. رمضان كله بلياليه الجميلة، قيام الليل، التراويح، الاذكار، قراءة القرآن، الصيام، الصحبة الطيبة اللي تقريبا استشهد ممن اعرفهم، يعني في هذه الصحبة المباركة تقريبا نص من كانوا من إخواني وأصدقائي وأعرفهم يعني معرفة قوية، وشيلوا أمام عينينا يعني. وإحساس العجز والقهر إن أنت منتش قادر تعمل أي شيء تنقذهم به. المهم إن إحنا يوم قبل أحداث الفض بأيام كده، بيومين تقريبا، لقينا وزارة الدفاع، إدارة الشؤون المعنوية، بتبث فيديو. الفيديو فيه تحريض من مشايخ على يعني الضوء الاخضر، اعطوا للجيش الضوء الاخضر، وطبعا الجيش وكان معاهم البلطجيه كمان، افعلوا بهم ما تشاءون. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده بعد مرور هذا الزمن، اين هم واين الدماء واصحابها واين نحن. وفي موقف سيجمعنا بين يدي الله سبحانه وتعالى عاجلا ام اجلا. نشوف الفيديو. Thank you.
فتحدثوا عن انكم. لحظة قبل ما نتحدث يا شيخ سالم، شفتوا حضراتكم الشعار والدخلة واللوجو وزارة الدفاع إدارة الشؤون المعنوية؟ واللوجو بتاع الشؤون المعنوية مكتوب تحت فيه الوعي الإيمان. ما شاء الله. أنا بالمناسبة كانت فترة خدمتي في الجيش كنت في الشؤون المعنوية، كنت واعظ عسكري في الجيش، وكنت بخطب الجمعة، وهم عندهم كتاب كده اسمه بيان للناس. الكتاب ده فيه خطب الجمعة بتاعت السنة كلها. ممنوع ان انت اي خطيب بيخطب الجمعة يتكلم خارج هذا الكتاب، وبيبقى فيه متابعة وملاحظة واشراف انك بتخطب من الكتاب ده ولا لا. والمفروض ان فيه ادارة تابعة للازهر الشريف، الادارة دي بتنسق مع ادارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة. جميل قوي. لما رحنا وزارة الاوقاف وقت حكم الدكتور مرسي، كان الشيخ سالم عبد الجليل اللي هو هيبدأ اول واحد في الفيديو ده اسمه الشيخ سالم عبد الجليل، كان الشيخ سالم عبد الجليل مدير عام الدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف على درجة وكيل أول وزارة. واكتشفنا بعد كده ان هو كمان بجانب عمله في وزارة الأوقاف هو المستشار الديني لوزارة الدفاع أو للقوات المسلحة، يعني هو كمان بيساعد في ترتيب والإشراف على خطب الجمعة والأئمة والخطباء في المساجد أو في الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة. يبقى طبيعي جدا إن هم أول ما يستدعوا حد يجي يقول كلمتين يحمس بيهم العساكر والضباط عشان يضرب بيهم المصريين، فكان أول واحد يجيبوه المستشار العسكري أو المستشار الديني لهم الشيخ سالم عبد الجليل. تعالوا نسمع بقى الشيخ سالم عبد الجليل، وبعديه عمرو خالد، وبعديه الشيخ علي جمعة. عن انقلاب عسكري، أي انقلاب هو؟ إنها إرادة الشعب. هؤلاء والله دعاة فتنة، ليس من الشرف أن يكونوا مصريين، إنهم بغاة وعليهم أن يتوبوا إلى الله. لو بقوا على هذا أقول لا يكرهم دين ولا يكرهم عقل ولا منطق، وعلى الدولة أن تتخذ حيالهم من الإجراءات القانونية ما تمنع خطرهم. سمعتوا الشيخ بقى سالم عبد الجليل؟ الشيخ سالم بيقول ده هم مصريين ويجب على الدولة أن تتخذ الموقف العنيف ضدهم. ثم ينتقل المقطع. بالمناسبة المقطع إحنا وإحنا قاعدين في رابعة شفناه زي ما أنتوا هتشوفوه كده بالظبط، يعني إيه نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي وقتها وإحنا شفناه. إحنا هقول لكم بقى يعني إيه كان إيه إحساسنا، كيف استقبلنا هذا الكلام، عشان يمكن كلامي ده يوصل دلوقتي للشيخ سالم عبد الجليل وهو لسه ما زال يعني على قيد الحياة، أو يوصل لعمر خالد وكذلك علي جمعة. نكمل بقى الفيديو ونسمع بقى عمرو خالد بيقول ايه. حفظتك على كل ذرة في تراب سينا وكل ذرة في كل تراب في مصر انها تفضل متحدة حتة واحدة، ده دليل انك نفذت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وان تدافع القوات المسلحة عن كرامتها، وان تحمي مقدرات هذا الوطن، وان تحمي ابنائه، ولو استعملت السلاح عند الحاجة فهذا واجبها. وبعدين بقى خليني اقول لك حاجة، حاجة بصراحة كده، اوعى حد يشككك في ايمانك. القلب يطمئن لهذا. يوم ما لبست البدله دي ولبست البياده دي وضربت التعظيم ده وقفت في طابورك، انت بتأدي وظيفه مش عند القائد، عند الله. موقف القوات المسلحه ان تحمي الارض والعرض والدم والمال، فاذا ما اعتدي على افرادها وجب عليهم، لا اقول يجوز لهم بل وجب عليهم ان يدافعوا عن انفسهم. ما بتسمعش كلام قائدك وانت حاسس انك بتأدي وظيفة كبيرة. خلي بالك ربنا بيقول وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم حيبوا احسن منكم. هؤلاء مجرمون، هؤلاء بغاة، على الدولة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للقضاء على هؤلاء. لكن اذا اضطر الجندي اضطرارا لاستعمال سلاحه لكي يدافع عن نفسه وعن منشاته فليفعل. انت ايها المجند في الجيش المصري انت بتأدي وظيفة لله سبحانه وتعالى. احنا في الجيش بالمناسبة عشان تبقى احنا عاملين الخطبة بتاعت الجمعة، من جبنا نخبة من كبار علماء الازهر وقلنا ال 52 اسبوع بتوع السنة الخطاب اللي يتقال فيهم
السادة النخبة الفاضلة تجهز هذه الخطب وتوزع وتقرأ في مساجد القوات المسلحة. طب ليه؟ احنا مش بناخدهم في اتجاه معين، لا مفيش عندنا كده، لكن احنا قلنا ان مش ممكن ابدا ان اعزع حاجة عندنا وهي العقيدة تعطى لأي حد يتكلم فيها. هناك من يريد أن يشق الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أنكم إذا كنتم جميعا على رجل، جميعا وليس جماعة، جميعا على رجل. وهذا هو الذي حدث في ثورة 30 يونيو، خرج الشعب ولذلك كان الجيش معه. إذن احنا جميعا على رجل. وجاء من يريد أن يفرقكم فاقتلوه كائنا من كان. مع حرمة الدم وعظمه يبيح لنا رسول الله أن نقاتل هذا الخارجي. أنا مش هتكلم في الدين بعد فضيلة، مش هتكلم. اضرب في المليان، إياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء. طوبى لمن قتلهم وقتلوا، من قتلهم كان أولى بالله منهم. إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هذه الأوباش، إنهم لا يستحقون مصريتنا، إننا نصاب بالعار منهم، يجب أن نتبرأ منهم، نسنتنا ريحتهم. قائد الانقلاب وقتها كان حريص إن هو يغسل ايده ويمسحها في هدوم وملابس المشايخ دول ويورطهم معاه في الدم. الفيديو ده واحنا قاعدين في رابعه قبل الفض بيومين او ثلاثه تقريبا. والله يا شيخ سالم، والله يا عمرو يا خالد، والله يا علي يا جمعه، لو تعرفوا كم من الناس اللي دعت عليكم، ان دعا عليكم دعاء من امهات ورجال وناس اباء شهداء كانوا استشهدوا في أحداث سابقة في نفس أيام الاعتصام، ولا يوم ربعة، ولا ما بعد فض ربعة، حتى اليوم لو تعرفوا قد إيه الناس بتدعي عليكم ليل نهار. كم من الأمهات حرمت من أولادها، مش ولد واحد ولا اثنين، أولادها كلهم، سواء في رابعة أو في السجون، وبتدعي عليكم بالاسم. فين بقى دول دلوقتي؟ سالم عبد الجليل كان بيقدم القرابين على أمل أن قائد الانقلاب يعينه وزير أوقاف، لكن النتيجة أن قائد الانقلاب مسح بيه قاذوراته ورماه في سلة المهملات. عمرو خالد كان بيقدم القرابين لقائد الانقلاب العسكري على أمل أن ده يمحي تاريخه القديم. هم الإخوان هم اللي صنعوا عمرو خالد، هم اللي عملوه، هم اللي صرفوا عليه، هم اللي كلفوا عليه. فكان عمرو خالد بيقدم كل القرابين اللي على أمل يمسح تاريخه بالإخوان، وفي نفس الوقت يحظى بمكانة عند العسكر في الدولة الجديدة. طبعا علي جمعة نفس الكلام، على أمل إن هو مثلا يبقى شيخ أزهر أو يعاد تعيينه مرة أخرى كمفتي في مصر، أو على أقل وزير أوقاف. النتيجة والمحصلة إن التلاتة اتمسح بيهم قاذورات المنقلبين وترموا في سلة المهملات. فيا سالم ويا عمرو ويا علي، هل نفعكم تحريضكم على الدم؟ ماذا تقولون لربكم يوم القيامة وأنتم قد حرضتم صراحة وأعطيتم للجندي اللي كان ممكن الدنيا مختلطة عنده ومش واخد باله، لما لقى واحد أزهري وعلي جمعة وعمرو خالد بيقول له عملت كده ولبست البيادة يبقى أنت كده شغال عند ربنا، أنت كده زينت له الباطل حق والحق باطل. أسماء البلتاجي أيقونة رابعة، ماؤها تلعنكم. قرابة 3000 شهيد استشهدوا أمام عيني أنا، رأيتهم عيانا بيانا، ماؤهم تلعنكم. منهم جم بعد كده بالجرافة، بالجرافة شلوهم، وحتى اللحظة أهليهم مش عارفين هم فين ولادهم ولا حتى فين جسمينهم. هذه الماء تلعنكم يا عمرو أنت وسالم وعلي، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل المظالم المتعاقبة ما بعد الانقلاب العسكري أنتم متحملين وزرها ومتحملين دماء.
لذلك نصيحتي ليكم، وأرجو أن تصلكم هذه النصيحة، الحقوا توبوا إلى الله عز وجل قبل ما تموتوا. وهو هتكون فاهم إن التوبة إنك تروح تحج أو تعتمر أو تصلي قيام الليل وتقطع السجادة من كتر البكاء، لا، عشان تقبل توبتك تسجل فيديو زي ما قلت فيه اضرب، تقول فيه إني برئت وأنا بريء من أي دم، وأرجو من أولياء الدم أن يسامحوني، تقول الكلام ده، وإلا ففيه خصومة كبيرة جدا بين أولياء الدم وبينكم يا شيوخ العار، وفي موقف سيقف الجميع فيه بين يدي الله عز وجل، القاتل والمقتول والمحرض، وساعتها بقى سيقتص الله عز وجل لكل مظلوم من كل ظالم ومحرض، ومش هينفعكم السيسي ولا هينفعكم حد. أنا مشفق عليكم والله، لأنه الحياة كلها تنتهي. ما كنتوش متخيلين إن إحنا بعد 11 سنة هيبقى موقفكم ده وموقفنا ده. في الآخر الحياة تنتهي، لكن يبقى الدم شاهد على كل من حرض وكل من شارك. اللهم يا رب العالمين، نسألك أن تنتقم من كل ظالم حرض أو شارك في قتل أهلنا في رابعة. ذكرى رابعة بالنسبة لي ذكرى مؤلمة، مؤلمة لهول ما رأيته في هذا اليوم. فاللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.